VFX Academy. السلام عليكم. أدوات الرسم والبولي ستار. بولي ستار هنا من ريكتانجل بتضغط عليها ضغطة طويلة وبتنزل آخر واحدة بتدوس عليها بيظهر لك في البروبرتيز بتاعتها حاجات زي كده. في آخر حاجة خالص، طبعا الكلام ده كله احنا قلناه، آخر حاجة خالص بفتحها بلاقي في حاجتين، بولي ستار وستار. خلينا في البولي ستار دلوقتي. بولي ستار دي بيقول لك النمبر اوف سلايدز، الجوانب بتاعتها كام جانب، هنقول 5، وخليني الستارت بوينت بتاعي زيرو او بوينت 50. فتعالى نعمل كده، يبقى هو عامل لي كام سلايد، 1 2 3 4، ادي 5 زي ما انا حددت له، وكمان مديني 50. طيب خلينا نقول له هنا مثلا 25، علامة عشرية 2 5، واجي ارسم حاجة زي كده، اديني حاجة زي كده. طيب خليني اقول له مثلا 8، اقول له ارسم لي حاجة زي كده. ممكن تضغط شيفت وانت بتشتغل ودي يظبط لك الشكل بتاعك، حاجة زي كده. طيب خليني اخش على الستار. ايه موضوع الستار؟ الستار دي يعني نجمة، هو بيديك الافتراضي بتاعها 8 سلايد او 8 دراعات، والمقاس ده خليني اخش كده، يبقى هنا بيديك 8 دراعات، 1 2 3 4 5 6 7 8، مظبوط. ممكن كمان اخليها بوينت 50، علامة عشرية 50، واجي ارسم ابص الاقي المسافة بين القاعدة كبرت شوية عندي، وده كان الفرق بين البولي ستار والستار. السلام عليكم.